انا عارف انها تقيله شويه بس بكره بقى هتتعود عليها. انا مش فاهمه لزوم الحاجات دي ايه. شوفي بقى يا ستي، ده اخر طريقه للنوم في اوروبا، اسمها طريقه النوم المريح في مواجهه الريح عندما تتمدد وتستريح. انت ناوي تنيمنا فين بالظبط؟ في اي حته اسمها لنا ربنا، المهم نحرص على القرشين اللي معانا لغايه ما نشوف اخرتها ايه. انا مستحيل اوافق على كده. بقولك ايه، انت صعت قبل كده؟ لا انا بقى صعت، ثم انا هنا راجل البيت، الكلمه كلمتي والشرى شرطي. هو فين البيت ده؟ اوروبا كلها بيتنا. ساعه حلوه حقيقي. وبعدين فرويد قال عيش صايع شد عدوك على قفاه، بكلمك جد، ساعه جميله. يا رجلي. وبعدين طول ما انا واقف جنبك مفيش ولا عربيه هتقف. بقول لك ايه، انا هستخبى ولما عربيه تقف لك هطلع لك على طول. طيب استخبى. طيب بليز take me to folio romani. Thank you very much. Thank you sir. Thank you. ده استنى. سلمت عليك وعلى اهلك. شوف وات هابند يا اسطى؟ بوش بوش جيف مي بوش. مي مي عايز زقه بوش. وانتوا كمان هنا عندكم زق؟ وانا فيها حيل عشان ازق. زق كمان. الله 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 يا ابن الحراميه. كام هير اي لاف اي لاف اي لاف يو. بس اخر يا اخويا انت فاكرنا ايه؟ ده احنا صيع قوي. انت فاكر نفسك ايه؟ ده احنا بنضرب الاحمر. يلا انت اقف 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 شوف اقف يلا شباب يا ابني الكلب. اديله اديله على دماغ امه. كويس اللي انت عملته في نفسك ده. انا بصراحه كنت ناوي اخلص عليه خالص خالص بقى، بس حسيت ان له اولاد ابرياء بيترجوني وبيقولوا لي ليس اونكل ليف دادي دادي كول هيز كريزي لايك فول ان ان ان. يعني مستعد تاخد تأبيده علشاني؟ تأبيده مين؟ غلاوتك عندي تستاهل 15 تأبيده واربعه اعدام.
بلاش كدب وقولي. انا مستعد اقول لك كل اللي انت عايزاه، بس بشرط تخلي ايدك كده على طول. ليه؟ لان الوجع كله بيروح من لمسه ايديكي، والعذاب بيهرب من نظره عينيكي. يلا يا ريس بتاع الكلام. من فضلك خليك جد بقى شويه. قولي هتعمل ايه دلوقتي؟ هعزمك على غدا فاخر يرم جتتك. هات ده فرشنا السفرة. ايوه انا احفر. ده فول مدمس ورانا. هات ده عشاء القهوة. ده سروسي بقى القعدة. حنان. نعم. تيجي نعمل زي بتوع الاسكيمو. بيعملوا ايه؟ بيناموا كل اتنين في كيس. اكيد عندهم ازمة اكياس، لكن احنا الحمد لله كل واحد فينا عنده كيس. طيب تيجي نعمل زي بتوع سنغافورة. بيعملوا ايه دول كمان؟ قبل ما يناموا بيبوسوا بعض من مناخيرهم. بقول لك ايه، وتيجي احنا نعمل زي بتوع مصر. بيعملوا ايه؟ بيناموا ويدوا ظهرهم لبعض. بس في مصر مفيش اكياس. بكره يبقى فيه. حق لو فكره الاكياس دي دخلت مصر تبقى مصيبه. كل ست تزعل من جوزها ترمي له كيسه في الشارع. تحبي اطفي لك النور علشان تعرفي تنامي؟ معاك مفتاح يوصل للقمر؟ لا ابدا، هي نفخه واحده بس باقي اللي هي. أملك إيه في الحياة؟ أمل أغتني ويبقى عندي الفلوس زكاية بزكاية، ولاقي بنت الحلال اللي أتجوزها. واخدة بالك من حتة الجواز دي؟ واخدة. ونخلف لنا 12 عيل، وتبقى الحكاية آخر لخبطة. 12؟ حلوتهم كل إجازة وإحنا خارجين نتفسح، كل واحد في عربيته. 12 عربية، ستة قدام وستة ورا. وأنا وصاحبة الاسم والنصيب في عربية مكشوفة في النص. والموكب ماشي، والعالم واقفة. والموكب ماشي والعالم تزغرط. والموكب ماشي والعالم تعيط. الله، طب وهيعيطوا ليه بقى؟ عشان لما هيبقى عندي 12 عيل لوحدي محدش في البلد هيلاقي ياكل. استوب هيرا يا عرباجي، استوب هيرا يا علي، استوب هيرا يا علي عوض، استوب يا اخويا. ثانك يو. خير الصبر يا بولي. طب اخويا ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو ثانك يو. افخرستو طارا بولي. افخرستو. لو كنا عملنا الحركة دي في مصر كان العربجي قطعنا طبعا. متهيألي هي القهوة دي. في
فكرك هتلاقي صاحبك اللي بتقول عليه؟ والله إذا لم يكن السيد عزرائيل قد تفضل بزيارته قبلنا يبقى هنلاقيه. وهيقدر يدبر لنا شغل. جرالك إيه؟ لازم يكون عندك ثقة وأنت معايا، يلا. يلا. سلام عليكم يا معلمين. نبي مصطفى بعرة موجود؟ سبيك إنجليزي؟ اتكلم عربي شوية شوية أيفا؟ خرستوفر أبولي. تعرف عني كل حاجة؟ ايه اللي ممكن اعرفه اكتر من كده؟ ما انت كويسة وزي الفل اهو. مش جايز يكون ليا ماضي ما يريحكش. كفاية ان اسمه ماضي عشان انساه. نعيش الحاضر والمستقبل. مستقبلك في انك تلاقي بنت اوروبية غنية تتجوزها. هي دي اللي ممكن تخلي حياتك مستريحة. مش واحدة فقيرة وعلى قد حالها زي حالاتي. الله! كل شيء ممكن يتباع وينشري الا الحب اللي في القلوب. مرة قريت في كتاب ان الغربة والوحدة بتخدع القلب وتوهمه بالحب من غير ما يكون موجود. حنان، انا من اول يوم شفتك فيها على المركب حسيت ان كل حاجة فيها متلخبطة. كنت بالنسبة لي نجمة في السماء مسموح لي اشوفها من غير ما اوصلها والمسها. ولما لقيتني جنبك على الارض بقيت اسعد مخلوق في الدنيا. عشان كده ترجيتك انك تقعدي واتمنيت من ربنا انك توافي. وديني قعدت. واديني تاني بترجاك انك تتجوزيني وبرضه بتمنى من ربنا انك انت توفي. الله، ليه الدموع طايه؟ ما انت كمان بتدمعهم. حلو الجواز مش كده؟ ها جواز حلو على فكره، جواز جميل الراجل ده زي اللي عندنا. بكرة الصبح ننزل على السفارة ونكتب الكتاب ونعلي الجواب وابعت افرح امي وابويا، وانت كمان تبعت لاهلك وتقولي لهم ربنا وقعني في الواد اللي هو. مش كده امال حيلك؟ هي دي كمان هتاخدها قفش؟ مش قلتلك يا قفش هنا يا تقفش نهاية. الكلام ده عن الدنيا مش عني. النهاردة انت دنيتي وكل حياتي. المهم في بكرة مش النهاردة. بكرة هنعمله احنا بايدينا. انا بكفاحي وانت بجمالك ورقة قلبك اللي ملهاش مثيل. وانا كل ما ربنا يفتح عليا بكلمتين تقومي تعيطي؟ انا كده طول عمري كل ما افرح واكون سعيدة اعيط. بالطريقة دي بقى هتعيطي طول عمرك لاني ناوي اساعدك على طول. قوم يا جميل انا اتأخر ويرفضونا. حنان 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 حنان
عزيزي ممدوح، كم كنت أتمنى أن أبني معك الأمال الحلوة التي عشناها، ولكن طريقي غير طريقك وحياتي غير حياتك. مع خطابي مبلغ ضئيل أرجو أن تقبله، ورجائي ألا تبحث عني أو تحاول أن تراني. أنا بالنسبة لك امرأة بالعنوان. الحمد لله على السلام، ألف حمد لله على السلام يا ضنايا. جرى إيه يا أم ممدوح؟ سيبي الواد يستريح شوية. أعمل إيه؟ مش مصدقني عشت وشفته داخل عليا من باب تاني. يا حبيبي يا ابني، ده أنت ليك وحشة كبيرة أوي. البيت من غيرك ما كانش له حس. الحمد لله، ربنا كريم. عارف إن إحنا غلابة ومحتاجين له. أيوه يا أخويا، محتاجين له جنبنا يا ضنايا. أما أروح أعمل لكم الشربات. أنا قلبي بيقول لي إن في حاجة كبيرة هي اللي رجعتك. حاجة ايه بس يا بابا؟ والله مش عارف، شايفك كده مهموم وحزين مش زي عوايدك. راجل راجل راجل، خليك كلمة ميوح دوخة حبيبي يا ارمي. تعالى تعالى دوخة حبيبي يا ارمي. ازيك انا؟ ازيك؟ استنى بس خدت، استنى اقعد. تصدق بالله ما صدقتش ماما لما قالت لك كده. ماما لا دلوقتي ماما، انت ليه انت مش مصدق امك؟ انا طول عمرك لسانك طويل، حتى لما رجعت من اوروبا. استنى بس خدت. يا اخويا سيبك من اوروبا، بلا اوروبا بلا وجع دماغ. لكن قول لي ايه اللي رجعك من اوروبا؟ انت ضربت هناك ولا ايه؟ اشتقت لكم يا اخي وحشتوني. اشتقت لنا؟ انت شاتل الفقر يا فقر. يا اخويا ما تقولش كده على الواد. يا ستي سيبيه، ابني خالته بيهزر معاه. ولا يهمك انا، ما تشيليش هم خالتي. انا من بكره هشغله معايا في مطعم لوكاندا. انا دلوقتي ليا كلمه هناك تقلب الكوسه بتنجان. انت اتجننت في حالك يا زغلول؟ عايز تشغله جرسون بعد ما خد بكالوريوس التجاره؟ تكونيش فاكره يا خالتي ان ابنك في بلاد بره كان هيشتغل رئيس مجلس اداره ولا امين شرطه اسم الله؟ ده بالكتير معروف يعني، يا بياع جرايد يا غاسله للاطباق. ولو اشتغل في المير ان شاء الله هيبيع هدومه. يوه، امال هو خد الشهاده ليه؟ استنى جوز خالتي عشان يتجوز بيها. اصل اهالي البنات بتوع اليومين دول مخهم متاخر 50 سنة لورا. اسمع يا ولد، انا مش فاهمه منك حاجه، تعالى بقى خلينا على جنب. اتفضلي يا اخي. زي اختك كمان. اسمع الله يا حبيبي، ربنا يخليك ليا يا رب. سيب الواد بقى احسن اتهالك. وحشني يا اخويا وحشني. ايه انتوا ما عندكوش غير رغي؟ غير قوام طفايات السجاير بسرعه. حافظ اللي قالك عليه احسن، انت مجنون ودماغه طائق. كل عيش كل عيش. تك
في حد يبصبص للزباين كده؟ افرض المتر شافك وانت بتحلق في الميه كده قوي، هيقول لك ايه؟ هي هي مين؟ هي زلوت حنان. اسكت يا اخي، خليهم ما تزورك المشايخ ولا تعمل لك زار ولا تعمل لك حجاب ولا حاجه، كل ما تشوف واحده تقول هي هي هي. بقول لك هي زلوت. انت ايه؟ التانيه فقيره وعندها شغلانه على قدها. الحكايه فيها سر، انا راح اكلمها. تعال هات مندوحه، كل عيشها كل عيش. ايه واقفين ترغوا في الشغل؟ اطلع بالسيرفيس قدامي. اطلع بالسيرفيس. اطلع. يلا رب البيض. ده انا ما صدقت شغلتك يا اخي. والنبي يا حاج عشان خاطر نواتي سامحه. بشرفي لن اطالب الا باعدامه. انا المتر اوزوريس ابن منفيس يتعمل فيا ده كله بعد خدمه 19 سنه. يا حاج اوزوريس ده ظروفه الاجتماعيه قاسيه. ظروف ظروف ايه يا استاذ؟ ده انسان مخبول. تصور ان ابوه ساب امه واتجوز واحد غيره. إيه؟ ايوه دي امه قاعده ب 11 عيل يتمى مالهمش غير ممدوح وربنا. البلوى ده بيجري على 11 عيل. عيال يتامى فوق بعضيهم كده، يتامى غلابه. وكلهم نيله زيه؟ ابدا، دي عيال مبروكه، دعوتهم مقبوله، على فوق على طول صواريخ. يا ساتر يا رب. امال انا جاي لك ليه؟ جاي لك عشان احذرك، الواد عتريس اخوه الوصاني اللي تحت التحتاني، لو فاعك دعوه هيبقى حالك من هنا، يجيبوا لك التابوت من هنا. يا ساتر يا رب، خلاص خلاص خلاص، انا هدوس على كرامتي واسامحه، بس على شرط. ينزل يشتغل في المطبخ بس كده، ينزل في المنجم، انا هجيبه لك يبوس راسك. يبوس يا عم عفيس. الله مالك في ايه؟ انت بتقوم ليه؟ ما منوره ايه؟ مش شايف ليه؟ دي تتحط كده تمسكها كده تحطها على الترابيزه. لا ده انت منحوس بقى. الله يخرب بيتك. روح بوس على راس اوزوريس ابن منفيس. انا مش منقول غير لما اعرف ايه حكايتها بالظبط. مالكش دعوه بيها، انا نيابه عنك هتابعها، هعرف خطواتها، هجيب لك عنوانها، هجيب لك قرارها. اتفضل اتفضل. كان يوم اسود، كان يوم اسود يوم ما شفتك. البلد فيها 21 مليون ست، امي ما لقيتش غير امك عشان تبقى اختها وانت تبقى ابن خالتي. ما انا منحوس. انت جيت؟ من شوية. وقاعد في الضلمة ليه؟ الظروف بتحكم. مالك؟ متضايق ليه؟ لا أبدا. معلش، أنا عارف الناس اللي أنت خرجتي معاهم دول دمهم تقيل. ما تاخدش في بالك. أنت عارفة ظروفي. وضعي في المجتمع ما يخلينيش اقدر اظهر كتير في اماكن عامه، وطبعا مش معقوله احبسك في البيت. ما يطوعنيش قلبي. قلبك قلبك ده بيكره ناس كتير قوي. حنان عزت بينادي العواطف. تعبانه. تعب ده ما انس معاكي من يوم ما رجعتي من السفر يا حنان. وايه دخل السفر في كده؟ مش عارف، مناخيري شم حاجه كده مش عجباني. انت دايما بتشك في كل حاجه، والشك بيعذب.
العذاب والتعذيب دي لعبتي انا يا حنان. انا منتظر الجوع. احكوا معي احكوا مع حرام. يعني كانت بتتسلى بيا. شوف يا ممدوح يا ابني، ولاد الزواج دول لهم هوايات تفلق. انا بكره هعدي عليها وهرمي لها فلوسها في وشها وافهمها يعني ايه كرامه ابن البلد. جدع على، ولو جدع بقى كلها قلمين وشدها من شعرها زي بطل فيلم الشلاشيح. فيلم ايه؟ الشلاشيح. اي خدمه؟ هو في مقدم هنا ولا ايه؟ ولا انت بتشتغل هنا؟ ايوه. مين يا محمود؟ واحد يا فندم بيعمل معايا تحليل. انت مين وعاوز ايه؟ ممكن الاول افهم مين سيادتك؟ للمرة الثانية بسألك انت مين وعاوز ايه؟ وانا للمرة الثانية والاخيرة بقول لك مين سيادتك؟ بلاش قلة ادب يا ولد. انت كامل! انا عايز حنان هاني. حنان؟ عايز حنان ليه؟ ده موضوع خاص من ساعة ما كنا مسافرين سوا. مسافرين سوا؟ الحمد لله على السلامة يا ابني، أهلا وسهلا. اتفضل. اتفضل يا ابني، اتفضل. 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 اتفضل يا محمود، هات واحد ليمون للأستاذ يبلي بيه ريو. ومع الليمون واحد قهوه ماله يعني فوق المظبوط بشعره عشان الواحد يوزن دماغه. اهلا وسهلا. اصل سيادتك شخطت فيها شخطه بره خلت الواحد. لا معلش معلش، على راي المثل بيقول لا محبه الا ما بعد عداوه. العداوه ليه يا فندم؟ ربنا ما يجيب عداوه لا ان شاء الله ما فيش حاجه. امال حنان هانم فين؟ الحقيقه حنان مش موجود، بس انا وحنان واحد. انت والدها؟ بالظبط. برافو برافو. انت انسان ذكي جدا ولماح. انا فعلا والدي. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا وسهلا. اتفضل يا ابني اتفضل. ما يصحش يا عم يعني. لا 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 لا، انت حنان بنتي وانت صديق حنان، تبقى في معزه ابني بالظبط. فندم العفو. عفو عمي. اهلا وسهلا. القهوة بقى يا عمي، القهوة أبو حنفي. والله يا عمي سيادتك الحقيقة في منتهى كرم الأخلاق. ميرسي. مع إن اللي يشوفك وأنت بتشخط فيها برا يقول على سعادتك من ضرب اللبانة. ظريف ظريف أوي. قول لي بقى، احكي لي أنت اتعرفت على حنان إزاي؟ ها؟ هو أنا أصلي يعني قابلتها على المركب. هو انت؟ الله، هو هي قالت لحضرتك؟ حنان بنتي ما تخبيش عني حاجه خالص، ولو اني انا احب قوي اسمع الحكايه دي منك انت تاني. ها؟ والله يا عمي الحكايه زي ما انت عرفت بالظبط. يعني حنان هانم فهمتني انها بنت فقيره وعلى قد حالها زي حالاتي. فرحت بيها موت. حبيتها. حبيتها؟ لا حبيتها جامد. انا اقول لك الحقيقه، حبيتها جامد قوي قوي قوي. قضيت انا وهي اسبوع، كان حته اسبوع، اسعد اسبوع قضيته في حياتي والله يا عمي. عارف يا عمي، هي اللي اتمنت انها تكون شريكه حياتي. والله يا عمي عظيم، هدف نبيل، جواز ابني نص الدين ومفيش احسن منه. كمل يا ابني كمل كمل. فجأة بقى هي يا عم اختفت. عشت أيام سودة وهي مش معايا. لغاية ما رجعت بقى وشفتها امبارح صدفة. وشفتها فين بقى؟ شفتها تتعشى امبارح في الأوتيل. وأنت كنت في الأوتيل؟ لا، أنا أصلي بشتغل هناك يعني. هي نعم شغلانة مش قوي، إنما أنا عندي مؤهل جامعي برضه عم. عظيم عظيم، ده أنت نموذج من الشباب المتطور
وانا يعجبني قوي الشباب اللي بالشكل ده. انت قلت لي اسمك ايه بقى؟ اسمي ممدوح يا فندم. ممدوح احمد عبد الرحمن. انا ام اكرم يا ممدوح، اهلا وسهلا. وطبعا انت دلوقتي جاي تخطبها مش كده؟ لا لا، اخطب ايه بقى؟ هي فين وانا فين يا عمي؟ هي اصلا كانت ادتني قرشين عشان تساعدني في الغربه، فانا جاي اشدهم لها. وبعدين كنت عايز اقول لها كمان، اي نعم انا فقير بس عندي كرامه وعزه نفس. مش انا مظبوط برضو عامي ولا ايه؟ من حقك، من حقك يا ممدوح، عظيم. انا شخصيا يا ممدوح قلبي اتفتح لك بشكل فظيع. انت بتحبها؟ اكيد بتحبها. انا عارف بنتي حنان جميله وتتحب. تعالي يا حنان، تعالي سلمي على ممدوح. معلش يا ابني، اصل البنات دايما كده بتتكسف قدام ابهاتها، لكن لما بتبقى لوحدها بتبقى يا حفيظ يا حفيظ. انت ايه اللي جابك هنا؟ انا جاي عشان ارجع لك فلوسك. مبروك، الاستاذ ممدوح خطبك، وانا شخصيا خدت تليفونه واسمه علشان ابقى اسال عليه. لا لا، اطمن اطمن يا استاذ ممدوح جدا، احنا ما يهمناش الغنى ولا الفلوس ولا، احنا كل اللي يهمنا الاصل والاصول، ناس طيبين. لا اطمن اطمن قوي يا ممدوح، وانا هبقى اسال عليك بطريقتي يا ممدوح. مع السلامه. أب في مصر الجديدة وأب آخر في الزمالك. أنا مش قلت لك مناخيري شم حاجة أنا مش مستريح لها أبدا. أرجوك بلاش تفكيرك يروح بعيد. ويروح بعيد ليه؟ ده شيء واضح وقريب جدا، ده يا دوب أسبوع قضيتوه في حضن بعض. أرجوك كفاية كفاية. والكرامة والعفة والشرف كانوا معايا أنا بس. أنا ما اسمحلكش تكلمني بالشكل ده. ومين أنا أستناها عشان يسمح لي أتكلم؟ وأنا علمتك من زمان إني ما فيش صوتي يعني على صوتي أبداً. اتكلمي قولي لي إيه اللي حصل بينك وبين الولد ده؟ والله ما حصل حاجة، ما حصلش حاجة. كذابة كذابة. تليفون يا ممدوح. عشان انا واحده سيف. لا شيخ. الو الاستاذ ممدوح. ايوه انا صديقه حنان. اه هي مش قادره تكلمك، لكن في حاجه مهمه عايزه تقولك عليها. هي هتهرب الليله من عزت، وبتقولك استناها بكره الساعه 5 في الفجر اسكندريه في العجمي. بس العجمي ده كبير، في انهي حته بالظبط؟ عندي كيلو 35. طيب بس هو عجيب سيرة الحاد. مع السلامة.
blood pressure on 30 over 90. Pulse? 90 per minute. Pupillary reflex? Normal. Babinski? Absent. Suspected DC. Most probably. فيش اشتباه يكون عنده ارتجاج في المخ وهنضطر نخليه تحت المراقبة 48 ساعة. لو سمحت منك عشان تعمل كده. خلاص يا خالتي بقى كفاية يا خالتي. خلاص يا خالتي بقى ما بطلعش حاجة. ايه بس خالتي بس بطلوا علاج. الحمد لله اللي جت على كده. انا عارفينك اللي راح انت مش كده. صرحني يا زغلول يا مين اللي كان بيهلوس باسمها طول الوقت؟ بصراحه جوز خالتي هقول لك الحقيقه يا خالتي ممدوح حب من فوق من فوق قوي يا ريته كان حب من تحت زينا كلنا. انا خايف على ممدوح. لا حول ولا قوه الا بالله. قلبي كان حاسس من يوم ما رجع. طب والعمل يا ابني؟ انا هتصرف.